بطمنكم احنا في وضع احسن كتير والامور بتتحسن وهتتحسن بفضل الله اكتر من كده. انا عايز اقول ان بالرغم من الزياده اللي حصلت امبارح ما زالت مصر بتصنف بالنسبه لسعر السولار كواحده من ارخص 10 دول على مستوى العالم. بتوصل لها انبوبه الغاز ب 120 جنيه النهارده هتوصل ل 150 جنيه اللي غايزني ان هم كاتبين انها كانت ب 75 هتبقى 100 انا معرفش ايه دي احلى من نوبه العصاري اللي عندكم دي ولا ايه بالظبط سعر البنزين زاد فخد عندك بقى اسعار الخضار الفاكهه المواصلات كل حاجه هتلاقيها بدات تزيد علشان طبعا الحاجات دي بتتنقل بوسائل نقل تحتاج لبنزين وطالما البنزين زاد يبقى كل حاجه هتزيد. مهندس طارق زود البنزين ما تقلقش